اهلا بيكم. الفيديو ده هو الفيديو رقم 2 اللي بتكلم فيه عن قوانين الهجرة اللي عايز يطلعها بايدن علشان يحل مشاكل لناس كتيرة جدا. في الفيديو ده انا هكلمكم على مشروع القانون اللي عايز يقدمه بايدن في الكونجرس وياخد موافقتهم عليه علشان يحل المشاكل، ومن ضمنها اهم حاجة انه يكون في مسار قانوني يقدر فيه الناس تاخد بيه الجرين كارد والجنسية في اقرب وقت ممكن. تعالوا في الفيديو ده افصل لكم بالظبط مشروع القانون اللي مقدمه قدام الكونجرس هيكون عامل ازاي. كورانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات. رئيس ديمقراطي من الحزب الديمقراطي بيجي دايما يتكلم على تظبيط الوضع بالنسبه للمهاجرين، والناس دايما بتبقى متوقعه الخير منهم، ولكن دايما بيكون في ديل القائمه. يعني مثلا اوباما لما جه قعد كذا سنه عبال ما قدر يطلع قوانين تحل مشاكل المهاجرين، لكن الحقيقه بايدن بقى من الاول على طول، من اول ما دخل الاوفيس بتاعه وهو دخل عمل حاجات خاصه بالمهاجرين، ودلوقتي هو من اول المشاريع اللي هيقدمها، مشاريع القانون اللي هيقدمها للكونجرس، مشروع قانون لحل مشاكل المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين. اهمها ان هو هيعمل مسار قانوني الناس تقدر تاخد فيه جنسيه يعني بطريقه سهله. الحقيقه المشروع القانون فيه تفاصيل كتيره جدا، انا لخصتهم كده جمعتهم في 12 نقطه علشان اقدمها لكم بطريقه سهله. اول نقطه منهم هو الناس بتوع الدكا. دكا ده برنامج كان عمله اوباما للاطفال اللي جم مع اهاليهم كانوا مهاجرين غير شرعيين، واهاليهم جابوهم معاهم. بيبقى طفل عنده 7 سنين 10 سنين جه مع اهله، وهو يعني خلاص جه لا حول ليه ولا قوه مع اهله. فالقانون الامريكي بيسمح له ان هو يدخل جوه المدارس يدرس فيها، ولكن لا يسمح له ان هو يدخل الجامعه ولا يسمح له ان هو يشتغل. فالشباب الاطفال الصغيرين دول بقوا شباب عندهم 30 و40 سنه و20 سنه دلوقتي، ومش عارفين يشتغلوا ولا عارفين يخشوا الجامعات، وعايشين حياه صعبه جدا. فلما جه اوباما عمل لهم برنامج اسمه الدكا، اداهم حاجه اسمها ورك بيرميت، يعني امر قصدي اذن للعمل، واداهم الفرصه انهم يخشوا الجامعات ويتعلموا. جه ترامب ولغى البرنامج ده او حاول يلغيه وحاول يوقفه بشكل كبير. جه بقى دلوقتي بايدن رجع البرنامج ده بامر قاسي، ودلوقتي بقى في مشروع القانون عايز يدي الولاد دول بتوع الدكا القدره انهم ياخدوا الجرين كارد بشكل مباشر على طول. طالما ان انت داخل تحت برنامج الدكا وينطبق عليك الشروط تقدر ان انت تقدم على الجرين كارد، وبعد 3 سنين تقدر تقدم على الجنسيه. فده طبعا حاجه هايله، لان شباب كتير جدا حياتهم كانت متدمره دلوقتي ممكن يكونوا مواطنين امريكان في ظرف 3 سنين. طب اما بقى المهاجرين الغير شرعيين العاديين اللي هم لا ينطبق عليهم مواصفات الدكا، قال لهم ان انتوا كمان في برنامج ان انتوا تقدروا تاخدوا الجنسيه، ففي خلال 5 سنين يقدروا انهم ياخدوا الجرين كارد، وبعدها ب3 سنين ياخدوا الجنسيه، فعلى بعضها في خلال 8 سنوات تقدر ان انت تاخد الجنسيه، ولكن تقدر تظبط اوضاعك من دلوقتي على طول وتبقى قاعد بشكل قانوني. طب هل في شروط؟ الشروط العامه اللي احنا عارفينها لغايه دلوقتي ان الشخص ده يكون كان بيدفع الضرايب بتاعته، وان الريكورد بتاعه يكون نظيف، يعني لا عمل احداث عنف ولا يعني اشترك في اي حاجه فيها سرقه او قتل او اي حاجه يعني مخالفه للقانون. فطالما الريكورد بتاعه نظيف وطالما ان انت بتدفع الضرايب بتاعك، فممكن ان انت تستفيد بالبرنامج ده وتوقف اوضاعك في اقرب وقت ممكن. انتوا عارفين هنا في امريكا في ملايين الاندوكيومنتد ايميجرانتس عايشين بقالهم كتير. فالحقيقه كان قبل كده زمان بيطلع القانون ده ويقولوا لان الناس لازم تبقى عايشه في امريكا فوق العشر سنين، لا فوق السبع سنين. جه بايدن قال لا، تكون عايش في امريكا قبل يناير 1 يناير 2021، يعني انت لو دخلت امريكا ديسمبر 2020 ينطبق عليك هذا القانون. فده كلام هايل، ده معناها انه هيوفق اوضاع الناس اللي جايه ما بقالهاش كام شهر كمان، دي حاجه كويسه طبعا. طب اشمعنى قال يناير 1 يناير؟ لان ناس كتير لما عرفت ان بايدن جه وهيوفق اوضاع المهاجرين بدا بقى ايه الهجره غير الشرعيه تزيد قوي في الفتره اللي فاتت، فقال لا اي حد جه بعد 1 يناير هيترحل، لكن قبل 1 يناير 2021 فالامور هتحسن. طبعا في شروط تانية هتطلع احتمال، دي الشروط المعلن عنها لغايه دلوقتي، ولو في تفاصيل تانية طبعا هقول لكم على طول، لان انا عارفه ان النقطه دي تهم ناس كتير جدا جدا حياتها عايشه بصعوبه جدا في امريكا. النقطه رقم 3 ان هو هيعين قضاه اكتر، قضاه خاصين بامور الهجره. فهتقولي طب واحنا مالنا بالموضوع ده؟ مالنا ازاي يا جماعه؟ ما هو كل ناس كتير من اللي كانوا جايين لجوء سياسي او عندهم اوضاع يعني بيقفوا قدام القاضي في قضايا هجره، لان عدد القضاه بيبقى محدود، فبتتاجل بقى الجلسات بتاعتهم شهر ولا 2 ولا 3 ولا 6، ويفضلوا بقى قاعدين
في حاله الليمبو ستيت، لا هم عارفين هيمشوا ولا عارفين هيقعدوا، مستنيين بقى ايه، قاضي ورا قاضي ورا قاضي. لكن دلوقتي لما عدد القضاه هيزيد، قضايا بتاعت الناس دي تتحل بسرعه وتوفق اوضاعهم اسرع واسرع. كمان موضوع القضاه ده هيحل موضوع الاعتقالات. انتوا عارفين الناس كتير كانت بتيجي لجوء سياسي او عندهم اي وضع خاص بالنسبه للهجره، كانوا بياخدوهم يحطوهم في الاعتقالات ويفضل قاعد بقى في الايه، في الزنزانه شهر اتنين تلاته لغايه بقى ما يتعرض على قاضي وكده. لكن دلوقتي لما يكون في عدد قضاه اكتر، الناس مش هتتعرض للاهانه والمذله دي، وتتعرض القضايا بتاعتهم قدام القاضي ويتحكم فيها في اسرع وقت ممكن. النقطة رقم 4 اللطيفة، أنا عجباني شخصيا إن هو عايز يستبدل كلمة alien بكلمة non citizen. أنتوا عارفين كل المعاملات الورقية والفورمات اللي واحد بيجي يملاها دايما لو أنت غير مواطن أمريكي بيكتب لك alien، يعني إن أنت واحد جاي من الفضاء الخارجي، حد كده غريب جاي، ويبقى ليك رقم ويسميه alien number، وأنت الالين تفضل كده إيه، واحد غريب غريب الأطوار جاي. وكان الحقيقة الكلمة دي سخيفة جدا، فدلوقتي قالوا إن هم هيبدلوا الكلمة دي بكلمة non citizen، يعني غير مواطن، يعني أنا عاملة انت بني ادم نون سيتيزن، اه بس بني ادم، فهيبدلوا الكلمه دي في الاوراق. فيعني من ضمن الحاجات اللي لطيفه قوي اتحطها. نقطه رقم 5 خاصه بالناس اللي جايين من سنترال امريكا او امريكا الوسطى، الناس اللي جايين من بلاد زي السلفادور، هندوراس، الناس اللي هم نزحوا وجايين والمهاجرين غير الشرعيين حاولوا انهم يدخلوا امريكا. فالحقيقه في كمية قوانين كده مطلعها بايدن عشان يحل المشكلة دي. أول نقطة منهم إن هو عايز يرجع الأطفال مع أهاليهم تاني اللي اتفصلوا عن أهاليهم. تخيلوا بقالهم شهور لغاية دلوقتي لسه الأطفال ما رجعوش مع أهاليهم، فهيطلع أمر على طول، أو يعني مش القانون إن هو يرجع الأطفال دول مع أهاليهم بشكل سريع مهما كانت الظروف بتاعتهم. النقطة اللي بعد كده اللي خاصة بيهم برضو ان هو هيحمي الاطفال اللي جايين لجوء سياسي. انتوا عارفين هنا في امريكا اي طفل اقل من 17 سنة لو قدم على لجوء سياسي بيتنظر له على طول ان هو يقدر ان هو ياخد اللجوء ويقدر ان هو يدخل. لكن هو عايز يعمل يعني يحمي الاطفال اللي جايين من سنترال امريكا دول، لانهم اتعرضوا ل يعني معاناة كتيرة جدا، وكان ترامب رافض ان حتى لو كانوا اطفال ان هو يدخلهم جوه امريكا. فهو عايز تاني يعيد تفعيل القانون ده، ان الاطفال ممكن انهم يحصلوا على الاقامة ولو حتى الاقامة المؤقتة لغاية ما نشوف وضعهم هيبقى عامل ازاي. النقطة بعد كده اللي خاصة بيهم برضو ان هو عايز يشوف ايه الاسباب الاساسية اللي ادت للهجرات دي. الناس ليه بتهاجر من بلدها؟ لما بتكون في مشاكل امنية وفي مشاكل اقتصادية. فهو عايز كدولة ان هو يساعد الدول دي، السلفادور، هندوراس، غواتيمالا، كل الدول دي يحسن اوضاعها السياسية، يحسن اوضاعها الامنية، يحسن اوضاعها الاقتصادية، وبالتالي الناس ما تضطرش انها للغلب ده، ما هو الا رماك على المر قالوا الامر منه. فلما يحسن الاوضاع في البلاد دي مش الناس دي مش هتضطر انها تهرب وتيجي عشان تدخل امريكا. النقطة رقم 8 ان هو عايز يخلي الحدود بتاعة امريكا اكثر امانا. فقالوا له طب ازاي يا بايدن وانت قلت ان انت هتوقف بناء الحيطة؟ فقال لهم يا جماعة الحيطة دي كلفت البلايين واثبتت، او هو يعني شايف ان هي غير فعالة، فهيستبدلها بايه؟ بالتكنولوجي. هيحط اجهزه، يعني التكنولوجي زي مثلا اجهزه الراس زي الاقمار الصناعيه، فبيقول ان التكنولوجي هتبقى اكثر فاعليه انها تخلي الحدود بتاعه امريكا اكثر امانا. النقطه بقى رقم 9 ان هو عايز يحمي الاهالي المهاجرين غير الشرعيين اللي ولادهم امريكان. ففي مهاجرين غير شرعيين جم وخلفوا هنا في امريكا، فابنهم بما يتولد على ارض امريكا بيبقى امريكاني، المفروض ان هو لانه مهاجر غير شرعي ترحل، طب ابنه الامريكاني. فكان دايما في نقطه هنا الناس تقول لك ايه، طب ازاي احنا لو قلنا له يمشي هياخد الولاد والولاد دول امريكان، ازاي نطردهم بره ارضهم امريكا؟ وناس تقول لا هو جه مهاجر غير شرعي. فدايما النقطه دي فيها ايه ديبيت. فجه بايدن هو من ضمن المدرسه اللي بتقول ان لو الاطفال امريكان نحمي الاهالي بتوعهم لانهم محتاجين يتربوا على ارض امريكا. فهو عايز يقدم ده. النقطه دي هتبقى نقطه خلاف انا متخيله في المشروع القانون، ولكن هو بيقدم يعني افضل ما بيكون، وهنشوف بقى المفاوضات هتوصلهم لايه. النقطه رقم 10 ان هو عايز يسمح للاهالي انها تتجمع تاني هنا في امريكا. انتوا عارفين ان حسب امريكا ان لو واحد خد الجنسيه ممكن يقدر يجيب مراته ويجيب ولاده ويجيب ابوه وامه. لما جه ترامب قال ان هو عايز يوقف حكايه القرايب والاهل دي، وكل واحد بيجي بقى ويجيب عيلته كلها، فترامب حاول ان هو يوقفها. بايدن بيقول لا احنا هنرجع تاني نسمح للافراد انهم يجيبوا اهاليهم وياخدوا الجنسيه والعائلات تتجمع تاني. النقطه رقم 11 ان هو عايز يعمل ريفيوجي سنترز في حتت كتيره في امريكا. الناس دلوقتي طبعا في
قلاقل بتحصل في المجتمع العالم كله، وفي لاجئين سياسيين عايزين يجوا. اللي بيحصل ان اللاجئ السياسي ده بيجي على ارض امريكا، يجي عند المواني مثلا المطار او الميناء ويقف بقى ويبقى عايز يدخل ويبقى بقى في مشكله. فهو قال بدل ما يجوا لغايه حدود امريكا هيعمل لهم مراكز في مناطق مختلفه في العالم، والشخص اللي عايز يقدم يروح يقدم في السنتر دي ويتحل مشكلته هناك. اتسمح له يجي امريكا، ما تسمحلوش خلاص علشان ما الناس ما تجيش على ايه على حدود امريكا وتقف ويحصل بقى المشاكل اللي احنا ايه بنعرف عنها وبنسمع عنها لغايه دلوقتي. النقطه رقم 12، هو بيقول ان السنين اللي فاتت في فيز بتاعه عمل وفيز بتاعه فاميلي لم يتم استخدامها. يعني انتوا عارفين هنا في امريكا كل سنه ليهم كوتا كده، ليهم عدد، يقول لك مثلا عندي 100,000 فيزا عمل استعملها في السنه دي. ففي السنين اللي فاتت ايام ترامب فيز كتير ما استعملتش، يعني مثلا استعملوا 50,000 وراحت 50,000 تاني. فقال لا، الفيز اللي ما استخدمتش من السنين اللي فاتت هنعيد استعمالها، يعني مش خلاص بقى اللي عدى عدى وخلاص مات، لا هيرجع تاني. يقول الاعداد اللي فاتت دي هنرجع نستعملهم تاني. فدي نقطه مهمه جدا هتحل مشاكل عند ناس كتيره جدا. النقطه رقم 13، الناس اللي معاهم الجرين كارد زوجاتهم واولادهم هم يقدروا انهم يستدعوهم. حسب ما احنا فاهمين ان لازم يكون في كوتا، يعني في عدد معين من الفيز بيدوها في السنه. فلو مثلا واحد عايش هنا ومراته ما جاتلهاش الكوتا دي، ما جاتلهاش الفيزا، خلاص تفضل قاعده. فهو قال لا، الناس اللي معاهم الجرين كارد زوجاتهم واولادهم ممكن يجوا في اي وقت، ما لهمش علاقه بالكوتا دي، فهيستثنيهم من موضوع الكوتا. طبعا ده هيحل مشاكل كتير ويخلي الاسر تتجمع مع بعض اللي كانت متفرقه بقالها فترات طويله. اما الناس اللي معاهم فيز عمل H1B فيزا او H2B فيزا، ال H1B اللي هي بتاعه الهاي سكيلد وركرز، وال H2B فيزا اللي هي اللو سكيلد وركر، المفروض ان الناس دي زوجاتهم وولادهم يقدروا انهم ياخدوا فيز ويقيموا معاهم. برضو هو وسع الموضوع ده لان ناس كتير معاهم فيز عمل ومش عارفين يجيبوا اولاد زوجاتهم او اولادهم، هو هيخليهم انهم يقدروا انهم يجي. ولكن ده مش معناه ان فيزة العمل بتاعتك هتتمد، لا، يعني تجيب زوجتك لكن مد الفيزا بقى ده حاجه تبع الشغل ويتمشي بالاجراءات العاديه. لكن لو انت معاك فيزا عمل تقدر تجيب مراتك واولادك حسب القانون اللي هو عايز يمشيه بايدن. النقطه اللي بعد كده، الاشخاص اللي حصلوا على درجه الدكتوراه في مجالات معينه اللي هي مجالات الهندسه والطب والعلوم والتكنولوجيا، الناس دي ممكن انهم يقعدوا في امريكا. المفروض ان قبل كده كان واحد جاي على فيزا الدراسه، لما بيخلص الدرجه بتاعته ياخد بعضه ويمشي، لو ما قدرش ياخد شغل ياخد بعضه ويمشي. لكن كانوا دايما بيقولوا الامريكان ازاي عقول كويسه قوي كده وصلوا لاعلى درجات العلم معاهم درجه الدكتوراه وبعد كده اتفرطوا فيهم، لازم تحافظوا على الناس دي وتخليهم يقعدوا في امريكا. فالناس اللي حاصله على الدكتوراه في الاربع نواحي دي ممكن ان هم يفضلوا قاعدين في امريكا حتى لو ما حصلوش على شغل لغايه ما يحصلوا على شغل. الاربع مجالات دول هندسه طب تكنولوجيا وعلوم. النقطه اللي بعد كده، الناس اللي كانوا واخدين اقامه مؤقته زي ما قلت لكم، زي الناس بتاعه ليبيريا او الناس جايين من سنترال امريكا زي مثلا السلفادور ونيكاراجوا هايتي، كل الناس دي قال ان الحمايه انهم هيستمر في الحمايه بتاعتهم والاقامه المؤقته لغايه ما الاوضاع بتاعتهم تتحسن. ترامب كان شال الموضوع ده، رجع تاني بايدن وقال لا، الناس اللي جايين من المناطق دي هتفضل قاعده واخده الاقامه غير مؤقته، انا اسفه، واخده الاقامه مؤقته لغايه ما الظروف بتاعه بلادهم تتحسن. النقطه رقم 17 والاخيره، هو انه عايز يحسن معامله هيئه الهجره للناس المهاجرين غير الشرعيين او حتى المهاجرين الشرعيين بس اللي عندهم قضايا لسه بيحاولوا انهم يوفقوا اوضاعهم هنا. الحقيقه الناس دي الجهه الخاصه بالهجره يعني عندهم ريسورسز محدوده، عدد الفلوس اللي عندهم عشان يشتغلوا بيها قليله وعدد الموظفين اللي عندهم قليل زيهم زي اي جهه حكوميه. فكان اوباما كان بيقول لهم استعملوا الريسورسز المحدوده دي، حطوها في المجال اللي تخدم امريكا فعلا. يعني انت لو عايز تقبض على مهاجر غير شرعي، روح شوف الناس اللي ارتكبت جرائم، اللي بتهرب مخدرات، اللي عملت حاجات ضد القانون، هي دي الناس اللي تقبض عليها. لكن مش تروح بقى تحط الريسورسز بتاعتك تقبض على واحده ست رايحه تدفع الترافيك فاين بتاعتها، ولا اب رايح يوصل ولاده المدرسه، ولا ناس قاعدين في كنيسه. يعني ما تروحش للناس المسالمين دول، انت عندك ريسورس ايه حطها فعلا في الحاجه اللي تخدم المجتمع الامريكي. فبايدن عايز يعيد احياء الموضوع ده تاني، ان الموظفين اللي بيقوموا بمواضيع الهجره دي لازم يحطوا الريسورس بتاعتهم في المكان اللي يستحقوا فعلا، ما يعذبوش، مش هدفهم ارهاب الناس وتعذيبهم لكن صلاح امر المجتمع الامريكي.
طبعا انا قدمت لكم كده تلخيص لمشروع القانون اللي عايز يقدمه بايدن قدام الكونجرس. هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه ديبيتس، واكيد طبعا هتتغير فيه شويه حاجات وهتتزود عليها حاجات، هنشوف. انا هفضل اوفيكم بالاخبار خصوصا مواضيع الهجره، لان انا عارفه ان الفتره الجايه دي هيكون فيها كلام كتير عن الهجره والمهاجرين، ودي بتمس حياه ناس كتير قوي هنا عاشت كتير الفتره اللي فاتت متعذبه. فلو سمحتوا اعملوا سبسكريبشن للقناه علشان الفتره الجايه فيها اخبار تهمكم كتير. كان معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات.